جدران المعابد المصرية. سجل التاريخ أن مصر أول بلد حفر قناة صنعها الإنسان لتربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر عبر فروع نهر النيل، حيث أمر فرعون مصر سنوسرت الثالث بحفر قناة تربط بين البحر الأحمر ونهر النيل، سميت بقناة سيزوستريس. كان هدف المصريين من حفر القناة هو تحقيق التقارب الإنساني بين البشر، ولتكون القناة وسيلتهم للتواصل مع العالم الخارجي ومن أجل خير البشرية. شارك أكثر من مليون مصري في حفر قناة السويس في عهد الخديوي سعيد كأول قناة صناعية تربط مباشرة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. بدأ حفر قناة السويس عام 1859 واستمر لمدة 10 سنوات. كان الأمر أشبه بالمستحيل، أرض جبلية مليئة بالصخور والرمال تشكل عقبات طبيعية تعترض سير الحفر. كان المصريون يتعاملون مع كل هذه العقبات بأيديهم وبوسائل الحفر البدائية، وخلال سنوات الحفر قضى نحو 120,000 مصري ليقدموا للإنسانية هذا المشروع الحيوي العملاق، قناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم. منذ افتتاح قناة السويس عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل وعلى مدار ما يقرب من 150 عاما، ظلت قناة السويس مجرد مجرى ملاحي لعبور السفن دون أن يتم استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة القناة. لكن التطورات العالمية السريعة وزيادة حجم التجارة العالمية باتا يشكلان تهديدا لأهمية قناة السويس كمجرى ملاحي، فقد بات العالم يتجه نحو بناء السفن العملاقة، كما أن السفن التي تعبر قناة السويس لا تجد ما تحتاج إليه من الخدمات اللوجستية. كان لابد من التفكير برؤية مستقبلية تستوعب هذه التغيرات وتحافظ على تصنيف القناة كأهم مجرى ملاحي في العالم، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ قرار تاريخي يعيد لمصر مكانتها ويجعلها تخطو خطوات جادة في طريق التنمية. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. كانت العديد من الدراسات والأبحاث قد أجريت من أجل تطوير منطقة قناة السويس، لكن عرضاً مختلفاً قدمه الفريق مهاب بميش رئيس هيئة قناة السويس لمشروع طموح متكامل يراعي أبعاد الأمن القومي بعد التنسيق مع القوات المسلحة. خططت مصر لإقامة ممر مائي جديد موازي لقناة السويس الحالية لتنمية التجارة العالمية وأسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا. لم يقف طموح المصريين عند مجرد إقامة المجرى الملاحي الجديد، بل يسعى المشروع إلى تطوير وتنمية إقليم القناة وإقامة مركز دولي للصناعات والخدمات اللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية. مصر قادرة على الإنجاز. مصر أحسن مكان تستثمر فيه. وجود قناة السويس الجديدة نرفع تصريف مصر ونعيد وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وندعو المستثمرين انهم يستثمروا في منطقة قناة السويس في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وبعد أن كانت سلطات هيئة قناة السويس لا تتعدى إدارة القناة وصيانتها وفرض الرسوم الملاحية، وافقت الحكومة المصرية في شهر يونيو من عام 2015 على تعديل قانوني يقضي بتفويض هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة في محاولة لجذب المستثمرين،
كان التحدي الأول أمام الحكومة المصرية هو كيفية الحصول على ما يقرب من 9 مليارات دولار لحفر المجرى الملاحي الجديد. الفكرة مصرية والتنفيذ مصري والتخطيط مصري والقرار مصري والتمويل مصري، ده يخلينا نحس بمصريتنا ونحس ان احنا بعد سنين كانت صعبة شوية احنا قادرين على العودة وقادرين على التحدي والإعجاز والإنجاز إن شاء الله. اعتمدت خطة تمويل المشروع على الاكتتاب الشعبي من خلال طرح شهادات استثمار للمصريين في الداخل والخارج، وحرصت الدولة على مشاركة الشباب والفئات ذات الدخل المحدود من خلال طرح شهادات استثمار بقيمة مالية بسيطة، حيث تم طرح شهادات استثمار فئة 10 جنيهات وشهادات فئة 100 جنيه. فئة 10 جنيه 70,000 واحد، ده رقم مش صغير، ده رقم كبير جدا. يبقى دي ناس داخلة عشان خاطر ان هي تبقى مجرد انها اشتركت في شهادة قناة السويس، وفي 100 جنيه دخل لي 150,000 واحد، ده برضو يدل على ازاي الحتة الوطنية. وفي غضون 8 أيام أذهل المصريون العالم، فلم يكن أحد يتوقع حجم المشاركة الشعبية الكبيرة، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة عانى منها المصريون بعد ثورتين. وقد أعلن هشام رامز رئيس البنك المركزي أن 82% من طلبات الشراء على شهادات الاستثمار جاءت من أفراد. 64 مليار، احنا نتكلم في حدود 8.5 مليار دولار تتلم في 8 أيام عمل، تتلم من المصريين فقط. أنا مش فاتح كود الاكتتاب لكل العالم، أنا فاتحه للمصريين فقط. إنه يتلم في 8 أيام عمل ده إنجاز كبير جدا. حرصت هيئة قناة السويس على تطوير إمكانياتها وفقا لمتطلبات المستقبل، فخططت لحفر مجرى ملاحي جديد لقناة السويس بطول 35 كيلومترا لتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في القناة، بما يسمح بمرور السفن في اتجاهين. كما خططت لتوسعة وتعميق التفريعات الغربية للقناة بطول 37 كيلومترا لتشمل التفريعات الغربية بمنطقة البحيرات المرة والتفريعات الغربية لمنطقة البلاح، ليصل الطول الإجمالي للقناة الجديدة 72 كيلومترا بعمق 24 مترا، ليسمح بمرور السفن العملاقة ذات الغاطس حتى 66 قدما. تسمح قناة السويس الجديدة بتقليل زمن عبور السفن للقناة ليصبح 11 ساعة بدلا من 18 ساعة، وتخفيض زمن انتظار السفن العابرة للقناة إلى 3 ساعات على أقصى تقدير، بعد أن كانت السفن تنتظر قرابة 11 ساعة لعبور قناة السويس. معنى كده إيه؟ يعني الغذاء يوصل أسرع، الدواء يوصل أسرع، القطر غيار توصل أسرع، البترول يوصل أسرع، كل ده يخدم مين؟ يخدم الإنسان البشري في العالم كله. منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، بدأت أعمال الحفر الجاف تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعمالة مصرية 100%. حوالي 38,200 مهندس وفني وعامل مصري بنسبة 100% شغالين. زادت عندنا الوظائف يعني بنسبة 100%، يعني عندنا ناس كتير اتعينت في المشروع دوت، لان احنا محتاجين سواقين ومحتاجين مشرفين محتاجين بنايين. الحمد لله يعني ده عمل يعني عمل انتعاش الإسماعيلية، وان شاء الله يعمل انتعاش المصري. كان الامر يتطلب رفع 250 مليون متر مكعب من الرمال الجافة في خلال عام واحد من ارض جبلية ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 25 مترا. كان مطلوب شق هذا الجبل وتحويله إلى مجرى مائي. معجزة فنية هندسية في إنجاز هذا المشروع في هذا الوقت القياسي، وسوف يساهم بشكل كبير في خلق نوع نقلة نوعية اقتصادية في جود مصر العربية. عمل سيكتب فيه التاريخ للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللي احنا بنتشرف إنها قامت بهذا العمل بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
استلزم الأمر زيادة أعداد الشركات والمعدات التي ستستخدم في الحفر إلى 3 أضعاف لإتمام المشروع في عام واحد بعد أن كان مقرراً له 3 سنوات وفقاً للدراسات التي أعدتها هيئة قناة السويس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. فوراً تعاقدنا مع شركات، دعينا الشركات المصرية وهي كلها بصراحة شركات مصرية وطنية، ناس محترمين بحب بلدهم. كان عندنا في خلال 3 أيام 51 شركة اللي كنا عايزينهم، بل زادت الشركات بعد كده إلى 84 شركة. يبقى أنا بدل ما كان عندي 17 بقى عندي 84، بدل ما كان عندي 1950 معدة بقى عندي تقريبا 4300 معدة. العامل العادي بيشتغل 8 ساعات في اليوم، أو لو اشتغل كمان ساعتين إضافة يعني يبقى 10 ساعات في اليوم. يعني كان عندنا العمال بتشتغل 16 و18 ساعة في اليوم، يعني كان بريح 6 ساعات. وبكده الحمد لله قدرنا ننجز مشروعنا الحمد لله في توقيته، بل قبل توقيته كمان. كان لابد من تأمين نقل مرافق الاتصالات والكهرباء والمياه والوقود، فتم إنشاء 30 سحارة أسفل قناة السويس الجديدة لتأمين نقلهم، كما تم تأمين خطوط الغاز الطبيعي في مناطق تقاطعها مع الطرق. لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، بل كان يحتاج إلى تنظيم وتنسيق متكامل مع كافة الشركات لضمان إتمام العمل في الموعد المحدد. كان من المخطط بدء أعمال التكريك، وهو الحفر تحت منسوب المياه بعد 90 يوما من بدء مرحلة الحفر الجاف، لكن عامل الوقت كان دائما حاسما للأمور، فبالتزامن مع عمليات الحفر الجاف بدأ أسطول الكراكات التابع لهيئة قناة السويس منذ اليوم الأول في أعمال التكريك بالقناة، قبل أن يوقع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في 18 أكتوبر 2014 عقد تكريك قناة السويس الجديدة مع مجموعة من أكبر شركات التكريك العالمية تحت اسم تحالف التحدي. فكرة التحالف هذا أتت من خبرة لدينا شركة عملاقة لشركة الجرافات البحرية الوطنية، والتي اتخذ من أبوظبي مقرا لها باع طويل، خبرة كبيرة في مجال الجرف البحري، واستطاعت أن تبرهن من خلال خبرتها الطويلة في هذا المجال أن تجعل من هذا المشروع مثال يحتذى به. إن ضخامة أعمال التكريك المطلوبة والمخطط الزمني المضغوط للمشروع تطلب الاستعانة بهذه الشركات الأجنبية، نظرا لما تمتلكه من كراكات عملاقة إلى جانب أسطول الكراكات التابع لهيئة قناة السويس. في خلال عام واحد كان مطلوبا تكريك 258 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وهي أكبر عملية تكريك في التاريخ. فبينما تتراوح معدلات التكريك في الظروف العادية ما بين 8 إلى 10 ملايين متر مكعب شهريا، بلغت معدلات التكريك في قناة السويس الجديدة في خلال شهر واحد، وهو شهر إبريل من عام 2015، 45.5 مليون متر مكعب من الرمال المبللة، لتدخل قناة السويس الجديدة بهذا الرقم موسوعة جينيس. كذلك بلغت معدلات التكريك اليومية في قناة السويس الجديدة أيضا رقما قياسيا، حيث بلغت 215,000 متر مكعب، ليدخل هذا الرقم أيضا إلى موسوعة جينيس. أثبتت هيئة قناة السويس قدرتها على الإدارة والسيطرة على الملاحة في القناة، فعلى الرغم من أعمال الحفر والتكريك لم تتوقف الملاحة يوما واحدا في قناة السويس، بل كانت السفن تعبر في أمان تام. كانت الكراكات تعمل 24 ساعة، لا تتوقف خلالها سوى 2 أو 3 ساعات على الأكثر لأعمال الصيانة. كانت أعداد الكراكات تتزايد من مرحلة لأخرى للعمل على أعماق أكبر، إلى أن بلغ عدد الكراكات المشاركة في المشروع 45 كراكة استطاعت أن تنجز أكبر عملية تكريك شهدها العالم. شارك فيها 75% من أسطول الكراكات العالمية.
الحمد لله الأداء يعني لم يحدث في التاريخ. نحن ننفذ أكبر عملية تكريك في التاريخ. كانت معدلات تكريك قبل كده توصل 8.5 مليون متر مكعب في الشهر، احنا بنعدي إن شاء الله 41 مليون متر مكعب في الشهر. طائرات الهليكوبتر تجوب سماء قناة السويس ليلا ونهارا، كما ترافق السفن العابرة للقناة فرق خاصة من القوات المسلحة لتأمين عبورها. العمل هنا يسير بمنتهى الدقة وبخطوات محسوبة. وبالتزامن كان لابد من تأمين قناة السويس ملاحيا، فتولت شركات مدنية إنشاء تاكسيات جديدة على جانبي القناة لإنهاء عمليات تدبيش جانبي المجرى الملاحي بطول 100 كيلومتر وبتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه. أما المركب بتعدي بيجي موج، لو الموج عدى والتدبيش ده مش موجود هيبدأ ينزل رملة على قطاع الماء اللي اتحفر، فده بيمنع نزول الرملة للقطاع المائي بتاع القناة. كما بدأت هيئة قناة السويس بتجهيز الممر الملاحي بالعلامات الملاحية وتدريب 100 من المرشدين على عبور قناة السويس الجديدة وإنشاء محطة رئيسية لمراقبة السفن وطبع الخرائط الخاصة بالقناة الجديدة ونشرها عالميا على جميع التوكيلات العالمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عبور السفن في قناة السويس الجديدة. القناة عند افتتاحها تبقى كاملة من كله، سواء أجناب أو أعماق أو علامات ملاحية أو نقط مراقبة السفن، كل حاجة لازم تبقى كاملة، لأن مش هنسمع لأي سفينة تعدي غير لما تكون مؤمنة ملاحية إن شاء الله. باتت أخبار المشروع تتصدر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأصبحت أرض قناة السويس مزاراً سياحياً لوفود من الشباب والمواطنين والإعلاميين والمجتمع المدني، وفود شعبية وأخرى رسمية عربية وعالمية ليشاهدوا الإنجاز العظيم الذي صنعه الإنسان المصري. كانت هذه الزيارات توثق حجم الإنجاز الذي يتم على الأرض وتفتح بابا للرزق أمام الشباب. أنا شايف إن قناة السويس بالنسبة ليا وبالنسبة لأي حد عايز يشتغل مستقبل، فأنا حبيت إن أنا أبدأ من المكان ده. الحمد لله يعني مصر عملت لنا شغل حلو ومشروع كويس بناكل ونعيش، كنا ما عدناش بنسافر برا، وفي خير يعني الحمد لله في بلدنا، يعني في بلدنا فيها خير. مشروع الحمد لله هيعود على البلد بالخير إن شاء الله، وهنا مصر نقلة تانية، نقلة كويسة جدا للمستقبل بإذن الله تعالى. من المتوقع أن توفر مشاريع التنمية في منطقة قناة السويس ما يقرب من 1,000,000 فرصة عمل للشباب يستفيد منها بالدرجة الأولى أبناء سيناء ومدن القناة. المتوقع أن هو يضيف زي ما اتقال من الدراسات أن لغاية 1,000,000 فرصة عمل خلال 10 سنين اللي جاي. أنا أتوقع من 200,000 لـ250,000 فرصة عمل هتبقى منهم موجودة على أرض محافظة الإسماعيلية. مش بالضرورة تبقى لشباب الإسماعيلية، لكن معظمها هيبقى مخصص للشباب اللي موجودين في المنطقة واللي هم جادين في أنهم يبدأوا حياة جديدة في المنطقة. يضع هذا المشروع العملاق قناة السويس في موضع الاختيار الأول لخطوط الملاحة العالمية، ويرفع من درجة تصنيف القناة لدى المجتمع الملاحي، كما يزيد من القدرة الاستيعابية لمرور السفن في قناة السويس ليصل إلى 97 سفينة يومياً عام 2023، بما يعادل تقريباً ضعف عدد السفن عند بدء المشروع. سوف يساهم هذا المشروع في بالفعل جعل أو خلق نقلة نوعية اقتصادية من زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال هذه القناة، وكذلك رفع العائد الاقتصادي من هذا المشروع الاستراتيجي المهم. وبعد أن كانت عائدات قناة السويس عام 2014 تصل حوالي 5 مليارات دولار، من المتوقع أن تزداد عائدات القناة لتصل إلى ما يزيد عن 13 مليار دولار بحلول عام 2023. قناة السويس بما يحدث على أرضها يعني سواء محور التنمية أو حفر قناة السويس، ده تاريخ جديد بيتكتب في مصر،
وانا بعتبر انه ان شاء الله بالاجراءات التنفيذيه اللي احنا شايفينها هتبقى خطيره التنميه لمصر كلها. التنميه الاقتصاديه الجاده هتبدا من على ارض قناه السويس وعلى ارض الاسماعيليه بشكل جاد. لا تقف حدود هذا المشروع العملاق عند زياده العائدات المنتظره من عبور السفن للقناه. فلأول مرة منذ افتتاح قناة السويس عام 1869 يتم استغلال الحيز الجغرافي المحيط بالقناة في إقامة مشروعات صناعية وسياحية، بما يجعل مصر مركزا اقتصاديا ولوجستيا عالميا. كما سيتم تطوير 6 موانئ بحرية ضمن مشروع تنمية قناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال 15 عاما لاستيعاب التطور الاقتصادي خاصة في منطقة شرق آسيا واستقبال الناقلات العملاقة. يشمل المشروع تطوير موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد، وقد بدأت خطوات تطوير ميناء شرق بورسعيد، والذي يملك إمكانيات مميزة تؤهله ليكون واحدا من أفضل 10 موانئ للحاويات على مستوى العالم، خاصة وأنه يقع على الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، بما يجعله محورا أساسيا للتجارة العالمية بين أوروبا وشرق المتوسط. العرض قامت به دار الهندسة عرض كويس جدا، وكان يعني بيتعامل مع الواقع وتعامل مع المستقبل، لان لازم وانت بتطور ميناء او تعمل ميناء يبقى عندك نظره مستقبليه عن التطوير في بناء السفن نفسه، احجام السفن القادمه في الاجيال القادمه، بحيث ان الميناء يبقى قادر على استقبال هذه السفن. كما سيتم تطوير ميناء العريش ليكون بطول 500 متر ارصفه، ويستوعب سفنا عملاقه بحمولات تصل الى 80,000 طن. ويضع المخطط العام لتطوير الموانئ ضمن اولوياته تطوير مينائي العين السخنة والطور لربط شمال سيناء بجنوبه. كما سيتم استغلال الظهير الجغرافي لهذه الموانئ في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية. عانت سيناء لسنوات طويلة من الإهمال والعزلة، ومع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس أعلنت الحكومة أن تنمية سيناء ستكون على رأس أولويات المشروع. كان سينا ميتة عندنا، مفيش لا تنمية ولا فيها تنمية ولا حوية. لكان احنا الحين كده حسينا الناس توجهنا لسينا وبلدنا، عند نعمر بلدنا احنا عشان خاطرنا في نعيش. قناة السويس الجديدة دي حتعمر وسينا، وكل مبسوط عندنا منها، وكنا بنشتغل في بلاش فيه عشان نعمر بلدنا. المنطقة اللي هي وسط سينا ديت كانت بتفتقد لعملية التنمية شوية. حاليا دلوقتي من خلال المشروعات اللي احنا بنقولها لحضرتك، ده شغل من أعمال التنمية لسينا، بالإضافة أن مشروع وادي التكنولوجيا من مشروعات المشروع القومي، ودي شرق القناة قرية الأمل، زائد بقية الأماكن اللي فيها استصلاح أراضي وقرى أخرى تبع محافظة الإسماعيلية. كل ده يضاف إليه مشروع استزراع سمكي بتتولى الإشراف عليه هيئة قناة السويس. عايز أقول إن دي كلها مشروعات بدأ العمل فيها فعلا على أرض الواقع، وكلها لصالح تنمية سيناء. كانت المعديات هي الوسيلة الوحيدة لنقل معدات مشروعات تنمية قناة السويس من غرب القناة إلى شرقها، وهي نفسها الوسيلة للربط بين مختلف المحافظات وسيناء. تم التخطيط لإقامة مجموعات من الأنفاق تربط بين ضفتي قناة السويس الشرقية والغربية لدمج سيناء مع مختلف المحافظات المصرية. وقبل أن يتم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، كانت الخطوات الأولى لبدء حفر الأنفاق قد بدأت بالفعل. تم اختيار مواقع حفر 3 أنفاق شمال الإسماعيلية و3 أخرى جنوب بورسعيد، بحيث يتم تنفيذ نفقين للسيارات و3 لخطوط السكك الحديدية. المشروع ده تحدي، أول مشروع يتعمل في الشرق الأوسط. الأنفاق ديت فعلا هتكون طفرة وهتعمل حركة استثمارية عالية جدا في المنطقة الثانية، منطقة شرقية من سيناء. المشروع ده التحدي فيه ان هو بيمشي، يعني النفق نفسه
تحت حضرتك العمارات اللي حضرتك شايفاها ديت، وبالاضافه للطرق والكباري اللي موجوده، وبينزل تحت القناه القديمه والقناه الجديده، وبيوصل لغايه لما بيوصل للمنطقه الشرقيه. تم اختيار 4 شركات مصريه لتنفيذ المشروع، شركتان من قطاع الاعمال الحكوميه وشركتان من القطاع الخاص، ليتم تنفيذ المشروع للمره الاولى بايدي المصريه مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية، ويتم تنفيذ المشروع بالكامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. احنا بقالنا 20 سنة بنشتغل او اكتر من 20 سنة بنشتغل في انفاق مترو انفاق بالتحديد بشركات أجنبية فرنسوية وسويسرية وألمانية. فالتوجيهات اللي صدرت ان احنا بكفاية كده بقى لازم نعتمد على نفسنا. احنا كقوات مسلحة استوردنا ماكينات عملاقة كبيرة من احسن شركة ألمانية بتعمل في مجال معدات او ماكينات حفر الانفاق. استوردنا لهم 4 ماكينات كامله بكل مشتملاتها، حتى المصنع بتاع الحياه الخرسانيه برضو جبناه بنركب فيه دلوقتي. المعدات التكميليه من اول محطه الكهرباء لحد محطه فصل البنطونات والمكونات، كل يعني باختصار كل مكونات المنظومه، 4 منظومه كامله لحفر الانفاق بما فيها محاكي لكل موقع عشان ندرب الناس بتوعنا فيه. طبعا الشركات الاجنبيه او الشركه الاجنبيه اللي ممرره المعدات بتضمن تشغيل المعدات دي في كل نفق، موجودين مع الشركات المصريه لحد ما يحفروا 100 متر في كل نفق، وجايين يكملوا معاهم ان شاء الله. المصريين ياخدوا الانفاق بقى ويكملوا معاهم لحد ما ينتهوا من حفر الانفاق ان شاء الله. شروط 3 تم التركيز عليها عند دراسه تنفيذ الانفاق: مراعاه ابعاد الامن القومي وصلاحيه الموقع للتنفيذ وسهولة الوصول للأنفاق من خلال الطرق الرئيسية، كما تم مراعاة التوسعات المستقبلية لهيئة قناة السويس وزيادة الغاطس الخاص بالقناة لاستقبال السفن العملاقة. بدأت بالفعل أعمال تجهيز وحفر مداخل ومخارج الأنفاق وتحسين خواص التربة لاستقبال ماكينات الحفر العملاقة، كما بدأت الشركات المصرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء مصنع لإنتاج الحلقات الخرسانية المكونة لجسم النفق، ليتم إنتاجها بأيدي مصرية وفي نفس أماكن حفر الأنفاق. في فكر برضو إن هيعملهم حوالين الأنفاق سواء في المدخل أو في المخرج مولات وحاجات صناعية وحاجات تشغل الايدي العاطله اللي في البلد، هيبقى في مجال لها ان هم يشتغلوا كويس جدا. تنقلنا المعديات الى الضفه الشرقيه لقناه السويس. في نهايه هذا الطريق تقع منطقه سرابيو، حيث يتم العمل في مشروع لا يقل صعوبه واهميه من حفر المجرى الملاحي الجديد. انها صحاره سرابيوم. فمن أجل تحقيق تنمية حقيقية لسيناء والمناطق الواقعة شرق قناة السويس، يتعين استكمال العمل بترعة السلام والمتوقف منذ سنوات لنقل المياه العذبة اللازمة للشرب والري من غرب قناة السويس إلى شرق القناة. لما خدنا المشروع طبعا احنا ما كانش لسه في تصميم ولا في أي حاجة، عملنا تصميماتنا وبعتناها ألمانيا تدرس، قالوا لنا ده مشروع ما يتعملش، مشروع صعب جدا، وقالوا لنا اعتذروا عنه. طبعا طبعا احنا تحدينا وبعتنا لأكبر مكاتب استشارية في العالم نعيد التصميم ونظبطه. واجه المشروع العديد من التحديات، سواء من حيث المدة الزمنية المضغوطة وحجم الأعمال المطلوبة وطبيعة الأرض. الحياة هنا فعلا غير ما حضراتكم شايفينها، يعني كان جبل اي حد ما اشتغلش قبل كده يقول مستحيل ان المشروع ده كان يتنفس في المنطقه دي. المشروع عباره عن 4 بيارات، البيارات دي عمق الحفر بتاعها بحاجه اسمها الدايفرام خرسانه على عمق 120 متر فوق سطح الارض، اول مره يتعمل في العالم. وبنحفر في جوه البياره حفر حوالي 60 متر داخل البياره تحت سطح الميه عبر انفاق قطر النفق 3.20 متر، الدفق الداخلي حوالي 4 انفاق، نفقين ناحيه البياره دي اللي على يمنا لحد البياره اللي في الغرب
ونفقين تانيين من ناحيه البياره اللي على شمالنا الى البياره اللي في الغرب الناحيه الثانيه. تطلب العمل في مشروع سحارة سيرابيوم إنشاء قواعد خرسانية لاستقبال ماكينات الحفر العملاقة، ليتم الربط بين كل بيارتين بنفق يبلغ طوله 420 مترا. المواسير الخرسانية اللي موجودة أمام حضرتك هناك دي مواسير مصنعة في مصانع مصرية في العاشر من رمضان، يعني كل الخامات والعمال والمهندسين اللي موجودين في الموقع كلها خامات وعمال ومهندسين مصريين، ولكن يدوب هي المكنه طبعا اللي مستورده او المكنه اللي شركه الحفر المكلفه بتنفيذ السحاره شارياها من المانيا، ودي احد مكنتين في العالم فقط، مكنه في المانيا ومكنه موجوده في مصر. ما بين 70 الى 100 الف فدان زراعي شرق قناه السويس ستستفيد من مشروع سحارة سيرابيوم، ويتولى تنفيذ المشروع شركة وطنية مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويعد هذا المشروع أضخم مشروع مائي في العالم. ده يعتبر من الأرقام القياسية في الأعماق بالنسبة للأنفاق. بالنسبة لألمانيا ده تحدي بالنسبة لهم في تصنيع معدة تشتغل في نفس الظروف بنفس الإمكانيات الموجودة فيها، وإحنا الحمد لله عاملين فيها كل التجهيزات اللي ان شاء الله هتمكننا ان احنا ننجز المشروع في وقت قياسي. هو المشروع المفترض ان هو ياخد حوالي سنتين، بس احنا ان شاء الله ممكن ننفذه 8 شهور باذن الله. حاسس بفخر ان انا بختم حياتي 59 سنه في مشروع زي ده، حقيقي فعلا حاسس بفخر ان انا بختم حياتي في مشروع زي ده. شعور بالفخر لدى كل مصري يعمل في مشروع قناة السويس، وشعور بالفخر لدى كل من يشاهد حجم الإنجاز الذي صنعه المصريون في هذه المدة القياسية. حابب أكلم على السعادة اللي فيها العمال بيأدوا بيهم عملهم، وأدي بذلوا من التضحيات والجهد عشان يعملوا ويسطروا تاريخ ويشاركوا في تاريخ مصر الجديد. خلال التنقل من موقع عمل إلى آخر على طول الضفة الشرقية لقناة السويس، لا تتوقف أعمال تطوير وتوسعة الطرق، حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطوير شبكة الطرق، مع إعطاء الأولوية لتطوير الطرق التي تربط بين القاهرة ومحافظات القناة الإسماعيلية، بورسعيد والسويس، وتحويلها إلى طرق حرة، وإنشاء طريق دائري جديد لسهولة النقل والتحرك بين مختلف المحافظات والعاصمة، وخدمة مناطق التنمية من بورسعيد شمالا وحتى شرم الشيخ جنوبا. شبكة الطرق في المنطقة هي شرايين التنمية، من غير طرق ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش ننقل البضائع بتاعتنا، ما نقدرش ننقل منتجاتنا الزراعية، ما نقدرش نعمل مناطق صناعية، ما نقدرش حتى نبني مساكن جديدة. على الطريق الواقع بين العين السخنة والزعفران على البحر الأحمر تقع هضبة الجلالة البحرية، ورغم طبيعة الأرض الجبلية إلا أن طبيعة المكان جعلته هدفا للاستثمار السياحي ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وسوف يتم شق طريق جبل الحلال أعلى هضبة الجلالة بإجمالي طول 110 كيلومترات لخدمة مشروعات التنمية السياحية والصناعية ومناطق المحاجر والتعدين. احنا دلوقتي بنعمل الإسماعيلية الجديدة، بنخطط لرفح الجديدة، بنختار الأرض دلوقتي وبنجهزها، يعني بنخطط دلوقتي لمدينة مدينة عالمية اسمها مدينة الجلالة، أعلى هضبة الجلالة. بنعمل دلوقتي تخطيط برضو لمدينة الشيخ محمد بن زايد شرق القاهرة الجديدة على مساحة تقريبا 16500 فدان. هذه الأرض التي ظلت لسنوات خالية من أي تجمعات سكانية غدا ستدب بها حياة جديدة. 5 تجمعات سياحية وسكانية ستخلق حياة اجتماعية جديدة لمصر. أولى هذه التجمعات ستبدأ من هنا في مدينة الإسماعيلية الجديدة. تقع المدينة على مساحة 4900 فدان، ويتم العمل بها على مرحلتين. مدينة الإسماعيلية بتتكون من 6 أحياء سكنية
كل حي بيحتوي على مركز للحي. الحي ده جواه اتنين مسجد ومدرسة ومول ونقطة شرطة ونقطة مطافي. جميع الخدمات موجودة في كل مركز حي للحي نفسه، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي للمدينة بالكامل. بقى احنا بنشتغل فيه النادي الاجتماعي ده بيحتوي على المبنى الاجتماعي والمبنى الاحتفالات ومطاعم وشاليهات إقامة وبازارات وحمامات سباحة وأماكن انتظار السيارات وأماكن خدمات للمدينة بالكامل. تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة أول مدينة مصرية تعتمد على الدمج بين الطاقة الشمسية والطاقة الكهربية، كما أنها أول مدينة في مصر والشرق الأوسط تصمم بما يراعي شروط استخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة. تستوعب المدينة عدداً كبيراً من العمالة من أجل سرعة إتمام المباني السكنية والخدمية بالمدينة، والتي ستستوعب العمالة المشاركة في مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس والاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في مصر مستقبلاً. دي بداية الخير لمصر. احنا معتبرين نفسنا احنا شغالين في مشروع أمن قومي. عايز أوجه دعوة لكل مصري بيدور على فرصة عمل، بيدور على شغل، إن فرصة العمل اتوجدت، الشغل اتوجد. على مر الزمان كانت قناة السويس وستظل شاهدة على إرادة المصريين وعزيمتهم. كانت وستظل دليلا على قدرة الإنسان المصري على قهر الصعاب وصنع المعجزات. فمن جديد يسابق المصريون الزمن لكتابة تاريخ جديد لمصر عبر قناة السويس الجديدة، شريان الحياة ورسالة التواصل والسلام التي تبعث بها مصر للعالم عبر هذا الشريان الحيوي. قناة السويس. من المتوقع أن توفر مشاريع التنمية في منطقة قناة السويس ما يقرب من 1,000,000 فرصة عمل للشباب يستفيد منها بالدرجة الأولى أبناء سيناء ومدن القناة. المتوقع أن هو يضيف زي ما اتقال من الدراسات أن لغاية 1,000,000 فرصة عمل خلال 10 سنين اللي جاي. أنا أتوقع أن 200,000 ل 250,000 فرصة عمل هتبقى منهم موجودة على أرض محافظة الإسماعيلية. مش بالضروره تبقى لشباب الاسماعيليه، لكن معظمها هيبقى مخصص للشباب اللي موجودين في المنطقه واللي هم جادين في انهم يبداوا حياه جديده في المنطقه. يضع هذا المشروع العملاق قناه السويس في موضع الاختيار الاول لخطوط الملاحه العالميه، ويرفع من درجه تصنيف القناه لدى المجتمع الملاحي، كما يزيد من القدره الاستيعابيه لمرور السفن في قناه السويس ليصل إلى 97 سفينة يومياً عام 2023، بما يعادل تقريباً ضعف عدد السفن عند بدء المشروع. سوف يساهم هذا المشروع في بالفعل جعل أو خلق نقلة نوعية اقتصادية من زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال هذه القناة، وكذلك رفع العائد الاقتصادي من هذا المشروع الاستراتيجي المحلي.
وبعد أن كانت عائدات قناة السويس عام 2014 تصل حوالي 5 مليارات دولار، من المتوقع أن تزداد عائدات القناة لتصل إلى ما يزيد عن 13 مليار دولار بحلول عام 2023. قناة السويس بما يحدث على أرضها، يعني سواء محور التنمية أو حفر قناة السويس، ده تاريخ جديد بيتكتب في مصر. وأنا بعتبر أنه إن شاء الله بالإجراءات التنفيذية اللي احنا شايفين هتبقى خطير التنمية لمصر كلها. التنمية الاقتصادية الجادة هتبدأ من على أرض قناة السويس وعلى أرض الإسماعيلية بشكل جاد. لا تقف حدود هذا المشروع العملاق عند زيادة العائدات المنتظرة من عبور السفن للقناة، فلأول مرة منذ افتتاح قناة السويس عام 1869 يتم استغلال الحيز الجغرافي المحيط بالقناة في إقامة مشروعات صناعية وسياحية، بما يجعل مصر مركزا اقتصاديا ولوجستيا عالميا. كما سيتم تطوير 6 موانئ بحرية ضمن مشروع تنمية قناة السويس باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال 15 عاما لاستيعاب التطور الاقتصادي، خاصة في منطقة شرق آسيا، واستقبال الناقلات العملاقة. يشمل المشروع تطوير موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد، وقد بدأت خطوات تطوير ميناء شرق بورسعيد، والذي يملك إمكانيات مميزة تؤهله ليكون واحدا من أفضل 10 موانئ للحاويات على مستوى العالم، خاصة وأنه يقع على الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، بما يجعله محورا أساسيا للتجارة العالمية بين أوروبا وشرق المتوسط. العرض قامت به دار الهندسة عرض كويس جدا، وكان يعني بيتعامل مع الواقع وتعامل مع المستقبل، لأن لازم وانت بتطور ميناء أو تعمل ميناء يبقى عندك نظرة مستقبلية عن التطوير في بناء السفن نفسه، أحجام السفن القادمة في الأجيال القادمة، بحيث أن الميناء يبقى قادر على استقبال هذه السفن. كما سيتم تطوير ميناء العريش ليكون بطول 500 متر أرصفة، ويستوعب سفنا عملاقة بحمولات تصل إلى 80,000 طن. ويضع المخطط العام لتطوير الموانئ ضمن أولوياته تطوير مينائي العين السخنة والطور لربط شمال سيناء بجنوبه. كما سيتم استغلال الظهير الجغرافي لهذه الموانئ في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية. عانت سيناء لسنوات طويلة من الإهمال والعزلة، ومع إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس أعلنت الحكومة أن تنمية سيناء ستكون على رأس أولويات المشروع. كان سيناء ميتة عندنا، ما فيش لا تنمية ولا فيها تنمية ولا حوية، لكان احنا الحين كده حسين الناس توجهنا لسينا وبلدنا عند نعمر بلدنا احنا عشان خاطرها في نعيش. قناة السويس الجديدة دي هتعمر وسينا وكل مبسوط عندنا منها، وكنا بنشتغل في بلاش فيه عشان نعمر بلدنا. المنطقة اللي هي وسط سينا ديت كانت بتفتقد لعملية التنمية شوية، حاليا دلوقتي من خلال المشروعات اللي احنا بنقولها لحضرتك ده شغل من أعمال التنمية لسينا، بالإضافة ان مشروع وادي التكنولوجيا من مشروعات المشروع القومي، ودي شرق القناة قرية الأمل، زائد بقية الأماكن اللي فيها استصلاح أراضي وقرى أخرى تبع محافظة الإسماعيلية، كل ده يضاف إليه مشروع استزراع سمكي بتتولى الإشراف عليه هيئة قناة السويس. عايز أقول إن دي كلها مشروعات بدأ العمل فيها فعلا على أرض الواقع، وكلها لصالح تنمية سيناء. كانت المعديات هي الوسيلة الوحيدة لنقل معدات مشروعات تنمية قناة السويس من غرب القناة إلى شرقها، وهي نفسها الوسيلة للربط بين مختلف المحافظات وسيناء. تم التخطيط لإقامة مجموعات من الأنفاق تربط بين ضفتي قناة السويس الشرقية والغربية لدمج سيناء مع مختلف المحافظات المصرية. وقبل أن يتم الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة، كانت الخطوات الأولى لبدء حفر الأنفاق قد بدأت بالفعل. تم اختيار مواقع حفر 3 أنفاق شمال الإسماعيلية و3 أخرى جنوب بورسعيد،
بحيث يتم تنفيذ نفقين للسيارات وثالث لخطوط السكك الحديدية. المشروع ده تحدي، أول مشروع يتعمل في الشرق الأوسط. الأنفاق ديت فعلا هتكون طفرة وهتعمل حركة استثمارية عالية جدا في المنطقة الثانية، منطقة شرقية من سيناء. المشروع ده التحدي فيه ان هو بيمشي يعني النفق نفسه تحت حضرتك العمارات اللي حضرتك شايفاها ديت، وبالاضافه للطرق والكباري اللي موجوده، وبينزل تحت القناه القديمه والقناه الجديده، وبيوصل لغايه لما بيوصل للمنطقه الشرقيه. تم اختيار 4 شركات مصريه لتنفيذ المشروع، شركتان من قطاع الاعمال الحكوميه وشركتان من القطاع الخاص، ليتم تنفيذ المشروع للمره الاولى بايدي مصريه مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية، ويتم تنفيذ المشروع بالكامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. احنا بقالنا 20 سنة بنشتغل او اكتر من 20 سنة بنشتغل في انفاق مترو، انفاق بالتحديد، بشركات أجنبية فرنسوية وسويسرية وألمانية. فالتوجيهات اللي صدرت ان احنا بكفاية كده بقى لازم نعتمد على نفسنا. احنا كقوات مسلحة استوردنا ماكينات عملاقة كبيرة من احسن شركة ألمانية بتعمل في مجال معدات او ماكينات حفر الانفاق. استوردنا لهم 4 ماكينات كامله بكل مشتملاتها، حتى المصنع بتاع الحلقات الخرسانيه برضو جبناه بنركب فيه دلوقتي. المعدات التكميليه من اول محطه الكهرباء لحد محطه فصل البنطونات والمكونات، كل يعني باختصار كل مكونات المنظومه، 4 منظومه كامله لحفر الانفاق بما فيها محاكي لكل موقع عشان ندرب الناس بتوعنا فيه. طبعا الشركات الاجنبيه او الشركه الاجنبيه اللي مورده المعدات بتضمن تشغيل المعدات دي في كل نفق، موجودين مع الشركات المصريه لحد ما يحفروا 100 متر في كل نفق، وجايين يكملوا معاهم ان شاء الله. المصريين ياخدوا الانفاق بقى ويكملوا معاهم لحد ما ينتهوا من حفر الانفاق ان شاء الله. شروط 3 تم التركيز عليها عند دراسه تنفيذ الانفاق: مراعاه ابعاد الامن القومي وصلاحيه الموقع للتنفيذ وسهولة الوصول للأنفاق من خلال الطرق الرئيسية، كما تم مراعاة التوسعات المستقبلية لهيئة قناة السويس وزيادة الغاطس الخاص بالقناة لاستقبال السفن العملاقة. بدأت بالفعل أعمال تجهيز وحفر مداخل ومخارج الأنفاق وتحسين خواص التربة لاستقبال ماكينات الحفر العملاقة، كما بدأت الشركات المصرية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء مصنع لإنتاج الحلقات الخرسانية المكونة لجسم النفق، ليتم إنتاجها بأيدي مصرية وفي نفس أماكن حفر الأنفاق. في فكر برضو إن هيعملوا حوالين الأنفاق سواء في المدخل أو في المخرج مولات وحاجات صناعية وحاجات تشغل الايدي العاطله اللي في البلد، هيبقى في مجال لها ان هم يشتغلوا كويس جدا. تنقلنا المعديات الى الضفه الشرقيه لقناه السويس. في نهايه هذا الطريق تقع منطقه سرابيوب، حيث يتم العمل في مشروع لا يقل صعوبه واهميه من حفر المجرى الملاحي الجديد. انها صحاره سرابيوم. فمن أجل تحقيق تنمية حقيقية لسيناء والمناطق الواقعة شرق قناة السويس، يتعين استكمال العمل بترعة السلام والمتوقف منذ سنوات لنقل المياه العذبة اللازمة للشرب والري من غرب قناة السويس إلى شرق القناة. لما خدنا المشروع طبعا احنا ما كانش لسه في تصميم ولا في أي حاجة، عملنا تصميماتنا وبعتناها ألمانيا تدرس، قالوا لنا ده مشروع ما يتعملش، مشروع صعب جدا، وقالوا لنا اعتذروا عنه. طبعا احنا تحدينا وبعتنا لأكبر مكاتب استشارية في العالم نعيد التصميم ونظبطه. واجه المشروع العديد من التحديات، سواء من حيث المدة الزمنية المضغوطة وحجم الأعمال المطلوبة وطبيعة الأرض. الحياة هنا فعلا غير ما حضراتكم شايفينها، يعني كان جبل، اي حد ما اشتغلش قبل كده يقول مستحيل
ان المشروع ده كان يتنفس في المنطقه دي. المشروع عباره عن 4 بيارات، البيارات دي عمق الحفر بتاعها بحاجه اسمها الدايفرام خرسانه على عمق 120 متر فوق سطح الارض، اول مره يتعمل في العالم. وبنحفر جوه البياره حفر حوالي 60 متر داخل البياره تحت سطح الميه عبر انفاق قطر النفق 3 متر و20، الدفق الداخلي حوالي 4 انفاق، نفقين ناحيه البياره دي اللي على يمنا لحد البياره اللي في الغرب، ونفقين تانيين من ناحيه البياره اللي على شمالنا الى البياره اللي في الغرب الناحيه الثانيه. تطلب العمل في مشروع سحاره سيرابيوم انشاء قواعد خرسانيه لاستقبال ماكينات الحفر العملاقه، ليتم الربط بين كل بيارتين بنفق يبلغ طوله 420 مترا. المواسير الخرسانيه اللي موجوده امام حضرتك هناك دي مواسير مصنعه في مصانع مصريه في العاشر من رمضان، يعني كل الخامات والعمال والمهندسين اللي موجودين في الموقع كلها خامات وعمال ومهندسين مصريين، ولكن يدوب هي المكنه طبعا اللي مستورده او المكنه اللي شركه الحفر المكلفه بتنفيذ السحاره شارياها من المانيا، ودي احد مكنتين في العالم فقط، مكنه في المانيا ومكنه موجوده في مصر. ما بين 70 إلى 100 ألف فدان زراعي شرق قناه السويس ستستفيد من مشروع سحاره سيرابيوم، ويتولى تنفيذ المشروع شركه وطنيه مصريه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويعد هذا المشروع أضخم مشروع مائي في العالم. ده يعتبر من الأرقام القياسية في الأعماق بالنسبة للأنفاق. بالنسبة لألمانيا ده تحدي بالنسبة لهم في تصنيع معدة تشتغل في نفس الظروف بنفس الإمكانيات الموجودة فيها، وإحنا الحمد لله عاملين فيها كل التجهيزات اللي إن شاء الله هتمكننا إن إحنا ننجز المشروع في وقت قياسي. هو المشروع المفترض ان هو ياخد حوالي 2 سنين، بس احنا ان شاء الله ممكن ننفذه في 8 شهور باذن الله. حاسس بفخر ان انا بختم حياتي 59 سنه في مشروع زي ده، حقيقي فعلا حاسس بفخر ان انا بختم حياتي في مشروع زي ده. شعور بالفخر لدى كل مصري يعمل في مشروع قناة السويس، وشعور بالفخر لدى كل من يشاهد حجم الإنجاز الذي صنعه المصريون في هذه المدة القياسية. حابب أتكلم على السعادة اللي فيها العمال بيأدوا بيهم عملهم، وأدياء بذلوا من تضحيات والجهد عشان يعملوا ويسطروا تاريخ ويشاركوا في تاريخ مصر الجديد. خلال التنقل من موقع عمل إلى آخر على طول الضفة الشرقية لقناة السويس، لا تتوقف أعمال تطوير وتوسعة الطرق، حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تطوير شبكة الطرق، مع إعطاء الأولوية لتطوير الطرق التي تربط بين القاهرة ومحافظات القناة الإسماعيلية، بورسعيد والسويس، وتحويلها إلى طرق حرة، وإنشاء طريق دائري جديد لسهولة النقل والتحرك بين مختلف المحافظات والعاصمة، وخدمة مناطق التنمية من بورسعيد شمالا وحتى شرم الشيخ جنوبا. شبكة الطرق في المنطقة هي شرايين التنمية، من غير طرق ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش ننقل البضائع بتاعتنا، ما نقدرش ننقل منتجاتنا الزراعية، ما نقدرش نعمل مناطق صناعية، ما نقدرش حتى نبني مساكن جديدة. على الطريق الواقع بين العين السخنة والزعفران على البحر الأحمر تقع هضبة الجلالة البحرية، ورغم طبيعة الأرض الجبلية إلا أن طبيعة المكان جعلته هدفا للاستثمار السياحي ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وسوف يتم شق طريق جبل الحلال أعلى هضبة الجلالة بإجمالي طول 110 كيلومترات لخدمة مشروعات التنمية السياحية والصناعية ومناطق المحاجر والتعدين. احنا دلوقتي بنعمل الإسماعيلية الجديدة، بنخطط لرفح الجديدة، بنختار الأرض دلوقتي وبنجهزها، يعني بنخطط دلوقتي لمدينة عالمية اسمها مدينة الجلالة، أعلى هضبة الجلالة. بنعمل دلوقتي تخطيط برضه لمدينة الشيخ محمد بن زايد،
شرق القاهرة الجديدة على مساحة تقريبا 16500 فدان. هذه الأرض التي ظلت لسنوات خالية من أي تجمعات سكانية غدا ستدب بها حياة جديدة. 5 تجمعات سياحية وسكانية ستخلق حياة اجتماعية جديدة لمصر. أولى هذه التجمعات ستبدأ من هنا في مدينة الإسماعيلية الجديدة. تقع المدينة على مساحة 4900 فدان، ويتم العمل بها على مرحلتين. مدينة الإسماعيلية تتكون من 6 أحياء سكنية، كل حي بيحتوي على مركز للحي. الحي ده جواه 2 مسجد ومدرسة ومول ونقطة شرطة ونقطة مطافي. جميع الخدمات موجودة في كل مركز حي للحي نفسه، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي للمدينة بالكامل. بقى احنا بنشتغل فيه، النادي الاجتماعي ده بيحتوي على المبنى الاجتماعي والمبنى الاحتفالات ومطاعم وشاليهات إقامة وبازارات وحمامات سباحة وأماكن انتظار السيارات وأماكن خدمات للمدينة بالكامل. تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة أول مدينة مصرية تعتمد على الدمج بين الطاقة الشمسية والطاقة الكهربية، كما أنها أول مدينة في مصر والشرق الأوسط تصمم بما يراعي شروط استخدامات ذوي الاحتياجات الخاصة. تستوعب المدينة عددا كبيرا من العمالة من أجل سرعة إتمام المباني السكنية والخدمية بالمدينة، والتي ستستوعب العمالة المشاركة في مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس، والاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في مصر مستقبلا. دي بداية الخير لمصر. احنا معتبرين نفسنا احنا شغالين في مشروع امن قومي. عايز اوجه دعوة لكل مصري بيدور على فرصة عمل، بيدور على شغل، ان فرصة العمل اتوجدت، الشغل اتوجد. على مر الزمان كانت قناة السويس، وستظل شاهدة على إرادة المصريين وعزيمتهم. كانت وستظل دليلا على قدرة الإنسان المصري على قهر الصعاب وصنع المعجزات. فمن جديد يسابق المصريون الزمن لكتابة تاريخ جديد لمصر عبر قناة السويس الجديدة، شريان الحياة ورسالة التواصل والسلام التي تبعث بها مصر للعالم عبر هذا الشريان الحيوي، قناة السويس. وعزيمته. كانت وستظل دليلا على قدرة الإنسان المصري على قهر الصعاب وصنع المعجزات. فمن جديد يسابق المصريون الزمن لكتابة تاريخ جديد لمصر عبر قناة السويس الجديدة، شريان الحياة ورسالة التواصل والسلام التي تبعث بها مصر للعالم عبر هذا الشريان الحيوي، قناة السويس.